القراءة في مواجهة الإكراهات، شعار للملتقى الوطني لنوادي وفعاليات القراءة، أريد به أن يكون تذكيراً لأولي الألباب ودعماً للمواهب وتكريماً للأسماء التي ضاع صيتها في عالم الكتابة. هذا الملتقى هو يجمع نخبة من نوادي القراءة في مختلف ولايات الوطن، تقريباً 48 ولاية حاضرة اليوم. النوادي يمثلون هم الزبدة تاع القارئين في الجزائر. حبينا اليوم أنهم نجمعهم في مكان واحد لتبادل خبرات ونحفزهم، لأنهم فعلاً هم حقيقيين في المشهد الثقافي الوطني، بمنصات لشخصيات ناجحة كانت القراءة سبب في نجاحها، وورش تكوينية من متنوعة في حقل القراءة. توفر المحتويات الإلكترونية المرئية تسبب في قلة اهتمام الأطفال بالقراءة، فرغم القيمة المضافة التي يحملها الكتاب إلا أنها لم تعد شغف الجيل الجديد. نحن في الجزائر في أزمة من ناحية الكتاب، لأن هناك بعض الدوافع والعوامل التي أثرت على جانب الكتاب، ألا وهي الألعاب الإلكترونية للأطفال وما يبث في القنوات الفضائية كصور متحركة. ورغم إكراهات الواقع، إلا أن الفنان جميل يؤكد أن الاستعانة بالرسم قد تنقذ الأطفال من شبح المحتويات التي تدس سموما من خلال الانحراف عن القيم الإنسانية والحضارية التي ينبغي عدم الاستغناء عنها. إذا اجتهدنا وعملنا وسهرنا وشقينا وقدمنا، بحول الله سننتصر، لأنه الطفل حاليا يطلب منا كتاب يكون غني بالصور ويكون في أسلوب فني للطفل وإعطاء مدرسة فنية في الرسم للأطفال. الملتقى الوطني لنوادي وفعاليات القراءة الذي نظمته وزارة الثقافة خصص أيضا جانبا لتأطير ورشات بغية التشجيع على الكتابة والقراءة. وزيرة الثقافة تحدثت اليوم عن انطلاق مشاريع لدعم عملية صناعة الكتاب في الجزائر، فهذا المجال الذي شهد تراجعا مخيفا في السنوات الأخيرة بات يتطلب جهدا كبيرا لإغاثته. من الجزائر، سارة بانا اليوم.